بكم إخواني وأحباء الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأرب بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. واليوم سنجدد الحلقات بالنوطة الحرفية، يعني سنقوم بحلقات بمقاطع موسيقية مشهورة مغربية وشرقية يعني بالنوطة الحرفية. فأطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر. فاليوم اقترحنا أن نديروا المقدمة الموسيقية لأغنية كان يا مكان للفنان العملاق عبد الوهاب التكالي بالنوطة الحرفية، فابقوا معنا لتستفيدوا. أولا، المقدمة الموسيقية لأغنية كان يا مكان للفنان عبد الوهاب التكالي هي في مقام خماسي، مقام خماسي الذي يبدأ باللا ويكون بالشكل التالي: لا سول إيغي هو المقام الخماسي على الله. فنأخذ بيتزيكاتو ونأخذ الإيقاع الأول اللي هو إيقاع 6/8 ولكن بشكل آخر. هذه فيما يخص هذه المقدمة اللي غنحاول نشرحها بالنوطة الحرفية. فالآن باقي البيتزيكاتو. لا سي لا سول مي مي سول لا سي لا سول مي مي سول سي لا لا سي لا سول مي مي سول لا سي لا سول مي مي سول سي لا. ثم نأخذ الكمان لا سي دو سي صول سي لا مي ري سي صول سي لا صول مي ري مي صول مي ري سي صول سي لا سي صول سي لا. والآن بعد ما تعرفنا على النوطة الحرفية فسنعيد إعادة المقدمة الموسيقية كاملة. فأتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة، وإن شاء الله إذا أردتم يعني المزيد من الحلقات بالنوطة الحرفية فاكتبوا لنا في التعليقات لكي إن شاء الله نقوم بالعديد من الحلقات فيما بعد. وشكرا لكم.